اهلا وسهلا فيكم في ازمير. مدينه ازمير هي سميرنا القديمه، تاريخها يرجع ل 8000 سنه، وهيدي نحن بمنطقه اسمها قديفه كله، وهيدي بعض الصور بتعبر الصور القديمه عن تاريخ ازمير. هيدي مثل ما بتشوفوا هيدي منطقه قنك الجمرك، مستودعات الجمارك في قنك سنه 1880. هيدي ازمير، كوردون، شاطئ الكوردون معمول في ازمير. هذا المينا تبع ازمير سنه 1865. هيدي الاماكن التاريخيه تبع اغورا، وهيدي صور بتشوفوا حضرتكم التواريخ اللي موجوده تحت الصور. هذا الصوره اللي بالنص، ساعات كلسة موجوده في ميدان كونك، وهيدي المنظره متاخده في الليل، ونحن عم نكفي بعض الصور هون كلها مكتوب مع الاسف بالوقت الحاضر باللغه التركيه، لانه اغلب الاشخاص عم يشوف. ان شاء الله بالمستقبل القريب تكون بلغات مختلفه من جمله اللغه العربيه. وهيدي كمان اللي شايفين حضرتكم هون باللون الملون، ساعات كلاسي، هيدي القديمة، التاريخ القديم. وهذا هون موجود هون تاريخ أسانسور. هذا الأسانسور تعمر سنة 1890 في قلب إزمير. ناخذ فرجيكم الصورة الحقيقية الجديدة بالوقت الحاضر. هيدي بالأساس لما بني سنة 1890 كان اللي يستعملوها كانت على البخار. بعدين البلدية إزمير سنة 1990 غيروها وعملوا المصعد الكهربائي. والصور اللي نحن عم ناخذها من منطقة اسمها قديفة كلة. قديفة كلة هي قلعة المخبل. هيدي بعض الصور اللي موجودة عن قديفة كلة. هيدي على زمان الإسكندر الكبير اللي اجا وبناها على تاريخ. هذا التاريخ اللي موجود عن قديفة كلة. سميرنا اللي مكتوبة اللي ما بيقولوا 8000 سنة من التاريخ. بعدي هلا المفادة الجديدة، أخذناكم على القديم، هلا نيجي على الحاضر مثل ما بيقولوا بالعربي.